ساعدني الرب جميعا لأننا أصلا جروريت بيه وكون عندنا هدف كاين العقدة ديال الكتاب ديال الوزارة اللي هي مبرمة خصنا هذا تكون على علم كل المحتويات ديالها ولكن ليفور اللي خصو يكون وهذا نداء رسمي ليفور اللي خصو يكون وهو الشباب ثم الشباب ثم الشباب التكوين ثم التكوين ثم التكوين إلى درنات الشوش ويش يعني يكون الشباب عنصرين نسوي ودورين ويكون التكوين الحمد لله عندنا خطور مؤهلة باش دير التكوين وراه مطلوبين في افريقيا باش يمشيو يحطوا في افريقيا فاحنا عندنا الكونفدرالية عندنا المقر هذا ارتياز لينا خصنا نستغلو خصنا كما قلت مليوني كبير باش هاد الفرصة ما تضيعش منا حنا عندنا الحمد لله مقبلين على مشاركة أعداد ديال الدوريات الدولية وقارية وجهوية كاين لي جيو ديترانيا كاين لي جيو دو لا فرونكوفوني كاين أعداد لي جيو مونديو هذا لي جيو مونديو من نهار لي هما موازين لي جيو باش الأخبار كاين عاقبة ولكن كاين هذا لي جيو مونديو الألعاب الدولية فهي موازية للألعاب الأولمبية تشمل الرياضة غير الأولمبية والحمد لله حنا ديما متأهلين دونك عندنا فرق اللي هي هذا دونك خص الخلل خص نحافظ الاستمرارية هذا هو المهم خص نحافظ الاستمرارية وخصنا عندنا لعبة مزيانين على برا ولكن هنا خصنا ندير يمكن هذه السياسة الجديدة للوزارة ديال التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة قال تكون خير على أعداد ديال الرياضات باش حتى حنا خصنا نستافدوا منها أننا خصنا نقربوا المدارس وتقربوا الثانويات والإعداديات الثانوية والإعدادية باش نستقطبوا لعابة ونكونوا أما المسائل الأخرى ديال التأهيل ديال الملاعب وهذا أنا في الجامعة قادر على هذا ومع الوزارة الحمد لله والإعانة ديال الوزارة والمساعدة ديالها والتابع حنا هذا حتى تدعو لي حتى شي حاجة في التقارير فهذا تأكيد ولكن نحسن قليل وهو أننا خصنا كل شيء يكون عنده طرق المستوى متبارع نبداو بشوية كاين ديريك عندنا ديريك ولكن شوية شوية باش يوصلوا للعابة لواحد المستوى اللي يمكن يدخلوا للصعوبة ديال النقاب الوطنية خاصنا ما نغفلوش أي مشاركة دولية خاصنا نكونوا حاضرين لا بي 18 ولا بي 23 ولا بي 15 بوكوا با لأن كاين حتى بي 15 الصغار بوكوا با هادو لأن أوروبا وداك الشيء هما اللي مقتدرين هاد الكاس ديال الشيء وعندهم أوروبا هما مقتدرين هاد بي 15 هو حنا اللي تلعبوا بي 18 دابا الآن عندنا جوج لعاب اللي هما بي 18 هما اللي بقاو عندهم دونك راه الحالة بقى صعيب دونك خاصنا نديروا لي جديد باش نوجدوا اللعابة اللي يكونوا أهلين للنقاب الوطني هذا هو الدور ديال الجامعة ونطلب الله التوفيق الجميل واللي خاصها شي حاجه البلاد ديال الجامعه مفتوحين والاخوه اعضاء الجامعيين غادي يديروا لي التدريب باش الامور هذه الاشاره ديال الانديه ونطلب الله التوفيق شكرا لكم.